محطتنا تالي رشا ورح نحكي عن الصحة النفسية وبالأخص عند الأطفال. يمكن هاي الفقرة بتهم كل السيدات اللي عندهم أطفال بعمر صغير وبيعانوا من هاي المشاكل. رح نحكي اليوم أنه كل طفل مع تقدمه بالسن سنة عن سنة ببلش تتطور معه مهاراته بالتفاوض بالنقاش بالحوار. ما نقول أنه هو طفل صغير ما بيعرف يحكي ما بيعرف يعبر، بالعكس الأطفال عندهم وسائل كثيرة للتعبير، بعض منها ممكن يكون نوبات الغضب أو إثارة النظرات والجذب حولهم. بيبدأ يسأل ليش أنا لابس هذا الجاكيت، ليه بدي أكل هذا الطعام غير هذا الطعام، وإليه كثيرة. هلا الطفل بعادته نقاء يعني على طول ما بدنا نقول نقاء، بدنا نقول بحب الأسئلة كثير. طبعا سلمى عم نحكي على نوبات الغضب عند الأطفال. هلا هي بجوز بعمر ما تحت الأربع سنوات يمكن تكون شوي طبيعية، بس إذا جاوزت مرحلة الخمس والست سنوات وبقي هذا الطفل يعبر عن هذا الرأي بغضبه بصريخه، ففي هون حيكون في تصرفات ثانية. ممكن نحن نضطر لتخصص أي حدا من حوالينا إنه يعطينا نصيحة، وكرمال هي القصة وكرمال نحن بنعرف إنه دائما أطفالنا لأ عم ينقوا علينا مثل ما صحيح. حيكون معنا اليوم ضيفنا محمود خالد، مدرب متخصص بحالة نفسية للطفل. صباح الخير. صباح الخير. أول شيء عم نقوله لما عم نقوله يعني بنقوله يعني عم بنقوله أحيانا بنقوله مو قصة، يعني هو بينقوا المصطلح العامي، بس إنه دائما طبعا أكيد الطفل لجوج، الطفل لجوج يعني بده يسأل، بده يستفسر، بده شغلته لإله أكيد، بده رغباته، بده يسيطر، فبنسميها نحن يعني اكيد. طيب هون استاذ محمود خلينا بلش نحكي اكثر عن ردات الفعل وطريقه قياسها من الناحيه الاختصاصيه النفسيه. طبعا اليوم اي رده فعل بنقدر نقول هل هي طبيعيه او غير طبيعيه؟ عادي جدا انه هو يعيط، عادي يكون عنده نوبة غضب، ايمت لازم نبلش ندور وراء ردات الفعل هي عند الاطفال؟ ما هلا بالطبيعي يعني اصلا الغضب هو اصلا شو تعريفه؟ تعريفه انه هو شعور انساني طبيعي. تمام؟ يعني بالضرورة يعني ما مثله مثل السعادة، مثل الضحك، مثل الغضب، يعني هو شعور إنساني طبيعي. أصلاً لما ما يكون هاي النوبات معناته أنت فعلاً هون لازم تسأل ليش، إنه ليش ما مثلاً ما بيعصب، ما بيغيط، ما بيعيط، ما عرفتي علي شلون؟ فهذا الشيء طبيعي. هلا إمتى مثلاً إمتى بيطلع عن الطبيعي؟ في كتير تفاصيل الأهالي لازم تنتبه لها. إمتى هون لازم إحنا نفوكس على 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 غضب الأطفال؟ هلا نحن اليوم الأطفال شو هلا نحكي عن الطبيعي أول شيء. اليوم الأطفال بتحب تمتلك الألعاب، بدي لعبة بصير ما بياخذها للعبة، بصير بيعيط، بصير يبكي لأنه بده ياخذ اللعبة، بده ياكل أكلة، بده يمشي اللي بده إياه. تملك. تمام، بالنهاية تملك أو سيطرة خلينا نسميها. هلا هذا الشيء طبيعي وطبيعي عند كل الأطفال. تمام. هلا إمتى ممكن إنه نحن انت ممكن نحن نخاف او نبلش نسال عن ردود هي الافعال لما ما يحصل على هي القصص؟ شو ممكن يساوي الطفل؟ هلا لما يكون بقى في عنا بعض السلوكيات العدوانيه، السلوكيات اللي هي ممكن يؤذي نفسه او يؤذي الاخرين، او ممكن تمتد فتره الغضب تبعته لاكثر من، خلينا هي فتره الغضب الطبيعيه من دقيقتين ل 10 دقائق او ل 15 دقيقه بالكثير. لما تمتد اكثر من هيك هون بقى هون صرنا نحن نروح بقى للاختصاصيين اكثر او بقى النفسيين. موضوع شائك. نحكي يعني عن أي عمر هون؟ هلا نحن هون عم نحكي عن يعني من عمر الأطفال، خلينا نسميها من عمر 3 سنوات 4 سنوات، يعني هو صار وعيان عارفان شو بده. لأنه الطفل أقل من هيك مثلا بعمر سنة ونص أو سنتين ممكن يكون عم يغضب لأنه هو مو عارفان يعبر شو بده، يعني ما عم تسعفه الكلمات لا 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 لشو عم بي يعني لشو بده كويس. فهون ممكن هذا مثلا ممكن يغضب وانت ما عرفان شو بده وهو مو عرفان يوصل لك المعلومه كويس. ممكن كمان كذلك الامر يعني معظم الاهالي بتعاني منها هي الاطفال اللي هن بدهم شيء، يعني انا بدرن هي الكاسه لا، فهو لانك انت قلت له لا بده يعمل هاي نوبه الغضب، بده يعني يقعد بالارض ويخبط بالارض يعني انه بدي اياها. فهون يعني هاي نحن هون نحن لساتنا ضمن الطبيعي، هو قصد يعني هو عم بيعمل غضب بقصد طبعا اجباري لياخذ هاي القصه. وهون طبعا في يعني الاهالي بدهم يكونوا حذرين جدا لانه كل الاطفال بيتصرفوا بنفس الطريقه، بده يبكي وبده يعيط وبده يصرخ ليش؟ لانه ياخذ اللعبه ولا ياخذ البسكوته ولا ليطلع على يعني لا ياخذ اللي بده اياه. فهون بدهم يكونوا الاهل حذرين انه مو دائما نعطيهم هذا الشيء ويضلوا ثابتين على رايهم اكيد يعني. هلا خلينا نتفق على نقطة، اليوم جيل الأطفال عنده قدرة ذكاء كتير عالية،
تختلف عن الأطفال السنوات السابعة. التكنولوجيا والقصص كتير يعني طورت من مهاراتهم العقلية البدنية. الطفل صار يعرف نقطة ضعف أمه وأبوه وين بالضبط، وصار يستغلها بشكل كتير واعي. نحن اليوم قادرين نميز إذا كان طفلي قاصد يعمل هيك أو لا، هو حدا هيك شخصيته. شو ممكن أعمل وقت اللي أنا بدي تتطور القصة عنده؟ هلأ أنا بدي اتفق، نعمل اتفاق. هلأ أكيد الأطفال بالضرورة هن أذكياء، بيعرفوا شو بدهم وبيعرفوا كيف مثل ما بيسموها يعني يوصلوا، إن كانت بالغضب ولا كانت بالحركات أو شو ما كانت. يعني الصح من الأهل إنه هن لازم يكونوا واقفين على موقف ثابت في خطة معينة هن عم يمشوا فيها بتربية أطفالهم. ما في شيء اسمه يعني محتمل يعمل حركات لطيفة تمام يعني تياخذ اللي بده اياه، ومحتمل عكس يعمل يعيط ويصرخ تياخذ اللي بده اياه، ولكن الأهل هون بده يكون موقفهم ثابت ماشي على خطة تربوية واضحة، إنه أنا أنت بتعمل شغلات إيجابية بعطيك حوافزك هيك، أنت بتعمل شغلات سلبية أنت بيكون في إلك مثلا ما بدنا نسميها يعني عقاب أو عقوبة، إلك يعني مثل ما بيسموها إنه أنت حرمان، حتى حرمان يعني يعني كلمة كبيرة يعني هيك حرمان مصروف لفت حرمان نظر أو إنه يعني أنت مالك طيبة. مع نظرية الثواب والعقاب التربية؟ نظرية الثواب والعقاب هي بلا هي ضرورية موجودة، ولكن كمان شو طريقة العقاب، شو طريقة العقاب. يعني اليوم نحن في عندنا بعض الطرق، اولا طبعا في ناس عم في ناس بتضرب، في ناس بتحرم، في ناس مشكلة. والحرمان اليوم خلينا نقول مثلا حرمان من المصروف، كيف يعني حرمان من المصروف؟ يعني يعني هذا خطأ كتير كبير، لأني رح أدفع وياخد يجيب مصاري بطريقة يعني هو معود أنا أعطي مثلا بهذا اليوم 1000 أو 2000 ولا 500 ولا 50 ولا شو من كان، بده يشتري فيها هاي البسكوتة ويشتري فيها هاي العلكة، أو مثلا أنا اليوم ما أعطيته إياها بس هو بده يجيبها تمام، يا بالتحايل يا بالسرقة يا بأساليب مختلفة. أي مثلا هاي من أكثر الوسائل المغلوطة اللي بيستخدموا فيها الأهل يعني طريقة لعقاب أولادهم. كويس اليوم انا كتير ضروري الحوار مع الاطفال، وانك انت تقول له وين غلط تمام ونتيجه هذا الغلط. يعني انت فيك تقول له انت اليوم ببساطه خلص انت فوت اقعد بغرفتك وما في تطلع منها، العقاب النفسي بيعطي العقاب نتيجه تمام، انه ما قلت له ليش. على فكره بجوز هو ما بيعرف ايش، ما بيعرف شو عامل، مو عارفان شو عامل. يعني كتير ضروري الاهالي، كتير ضروري الاهالي انه هن يمسكوا الولد ويقولوا له انت وين غلطت تمام، ويفترض انه اول مره انه هذا الشيء اللي انت عم تعمله هو غلط، انت ما لازم ترجع تعيده مره ثانيه. المره الثانيه اذا غلط هذا الغلط فانا المفروض ذكره انه انت غلطت هذا الغلط، بناء على هذا الغلط انت اليوم مثلا راح يكون في عندنا مثلا عقاب صغير، او انه انا زعلان منك خلص. يعني في حتى اللفظ الالفاظ هي 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 ممكن تكون مؤثره كثير بالطفل. يعني خلص انا اليوم مثلا معودك اني انا بطلع معك مشوار فيني اقول لك شو بتعتمد اساليب عقاب قاسيه. انا لا يعني في نقطه، هذا جيل كثير عنده عناديه فظيعه يعني عنيد، يعني انه يعني بتجربي الحكي ما بتجربي اسلوب ثاني ما عم يمشي الحال، يعني خلص تعود على شيء. هلا الغلط في بعض الحالات عم يكون الغلط هو الاب والام، ما في تشاركيه براي واحد، ما في ثبات على راي واحد. يعني انا بضرب من هون، الاب بدلل من هون، انا بعاقب من هون، او العكس يعني. فالطفل يعني هون حقه، انا بعرف انه انا الماما حتبهدلني البابا حيراضيني، فيعني يمكن هي اكثر شيء اساسي المشكله عم تصير. هذا يعني اللي حكينا عنه قبل شوي، قلت لك لازم يكون في خطه متفق عليها من الاهل. ما في مجال خلص، انا في عندنا برنامج معين احنا ماشيين فيه بتربيه الطفل، طفلنا بالبيت خلص متفقين عليها، ما في شيء اسمه انا بشد فلان وبيرخي او لا 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 لا، خلص هي متفق عليها هيك بتزعله وبراضي بيعتذر منه شوي تماما، لانه خلص بالنهايه راح يصير انه هو عرفان تماما الحضن الدافي هو بابا ماما، هي اللي هي هي اللي بتعيط علي. هي بتدخل كمان نظريه الاستغلال بالتربيه مثلا، يعني الطفل ذكي جدا بيعرف مين بداري فبيروح لعنده وبيطلب منه اكثر، وحتى هو احيانا بيعطيك مكافاه بيقول لك انا ما عملت هالشغله كرمال انت كرمالك مثلا. طيب وهي دائما بتصير مثلا من ناحيه الاهالي لما يتدخلوا بقى الست ولد عرفان تماما انه انا مثلا ابي امي مثلا هن مصارمين بس انا بروح بشكيهم لمين لست يعني. صحيح تماما يعني. هون هي قصه ثانيه يعني بقى. طيب استاذ محمود هون خلينا نحكي شوي، انا ايمت لازم اوقف هيك واعمل وقفه
حقيقي مع الطفل وبقدر انقذ. يعني هون انا امتى فيني اتدخل كفعل انقاذي للشخصيه اللي بيكون انبنت على هذا السلوك الخطا؟ هلا في عندنا حالتين، في عندنا الحالات الطبيعيه واللي هو نحن لازم نتدخل فيها تدخل ايجابي، اللي هي اني انا شارك الطفل، يعني شاركه الحوار، يعني هو شو اللي عم بيضايقه مثلا، انه هو ما حدا على سبيل المثال ما حدا عامل قيمه لشخصه على سبيل المثال، فانا اليوم بيجي بقول له بشاركه بالاراء، بقول له مثلا انت اليوم حابب تلبس الكنزه الخضراء ولا الكنزه الصفراء، انت اليوم حابب تلبس هذا البوط ولا هذا البوط، حابب تاكل هاي الاكله ولا هاي الاكله. هلا قديش هاي الامور صغيره تمام، قديش هاي الامور صغيره هي كثير بتعنيه، انه صحيح. في انه الاهل عم يشاركوه الرأي، انه هي همومه بهذا السن يعني تماما. يعني بالمقابل انه انت بتيجي خذ كل هي التفاحه، بس هو ما بده ياكله، او هو بده ياكل بس هو بده ياكل الموزه، او مثلا بده ياكل برتقانه، لا خذ تفاحه مع افيد. فانت او مثلا ممكن يكون قاعد موزه او تفاحه، بده تفاحه خذ الموزه. تماما يعني. مثلا ممكن يكون قاعدين بحوار، الطفل اليوم بيحاول انه هو يظهر نفسه، انه بس بابا سكوت لا تحكي، عم نحكي. فانت اليوم انت قمعته يعني، هو خلص انت هذا الشيء ممكن يعمل له انه هو عم بيحاول يظهر، عم بيقول يفرجيه انه انا بعرف احكي او كذا، فانت لغيت شخصيته، فانت بتصير بالمرات اللي بعدها انت ممكن تشاركه الحوار، انه بابا شو صار معك، احكي لنا شو صار معك اليوم. انت لما بتعطيه مساحه يحكي فيها، يعبر فيها عن 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 الشيء اللي عم بصير معه، هذا الشيء ممكن يعمل له راحه، ممكن يعمل له تعزيز ثقته بنفسه، ممكن يحس انه لا انا اهلي بيحبوني، انا اهلي بيحبوني، بيحترموني. ممكن كمان كذلك الامر اني بلش انا كلفه بمهام، وانا اعطيه يعني كلفه بمهام صغيره يشاركنا فيها، مثلا طلع في زريعه، طلع تعال بالاكل، حط الصحون على الطاوله، فهو عم بحس حاله انه انا فرد فعلا مهم بهي العائله، انا عم شارك. فهي القصص هي كثير ممكن تخفف من نوبات الغضب الطبيعيه. هلا احنا هون بقى يعني لما بقى بتقطع مرحله الطبيعي، اللي هو نحن صار لازم نستشير بقى طبيب نفسي او استشاري نفسي، لما بتصير بقى تلك السلوكيات العدوانيه اللي هي ممكن تاذي النفس، اللي هي ممكن يستخدم يكسر يخبط، ممكن يؤذي الاخرين، يضرب اولاد، تمتد هي النوبات الغضب اكثر يعني مره او مرتين او ثلاث مرات باليوم، فهون انت صار في عندك مشكله، في عندك مشكله بالطفل لازم انك تستشير فيها اخصائي. حلول سريعه بالاستشارات التخصصيه، اليوم المختص شو عم يقدم للطفل بالوضع؟ اليوم بالنهايه الطفل هو بحاجه عن جد حقيقه لبرنامج علاجي، ما بدنا نبالغ انه نقول هو مريض، لا هو برنامج، هو برنامج هو نفسي يعني بالنهاية. اسمه برنامج تعديل سلوك، برنامج تعديل سلوك تمام. هذا البرنامج بيكون متالف يعني من عده مراحل، بتبلش بانه ضبط يعني توضيح، يعني انك بدك تسمع من الطفل هو شو سبب هذا الغضب، وتوضيح انه هذا يعني توضيح وتبرير تصرفات الاهل او تصرفات المحيط، وبعدين رجع بناء ثقه من اول وجديد للطفل انه انت كيف لازم تتعامل معها، يعني على هي المراحل بحقيقه. اكيد طفل يعني، فنتحمله بالنهايه، نتحمل ردات فعله، أكيد. نستوعب الحاله النفسيه اللي عم يمرق فيها، وخصوصا مثل ما حكينا اليوم ظروفنا نحن والضغط اللي عم نعيشه اثر على اطفالنا ماتي بالنهاية كبير. تماما ماتي بالنهاية. كمان اليوم انت ما فيك تلومي الطفل، لانه هو طفل بالنهاية اكيد، بس بالنهاية كمان الاهل هن عم يتحملوا مجموعة من الضغوط كثير كبيرة طبعا. هي اللي اثرت انه ما يديروا بالهم على طفلهم، ما يديروا بالهم على تربيته، على متابعته، على الاهتمام فيه بتفاصيله الصغيرة. يعني أكيد. اليوم معظم الاهالي هن فعلا اللي عم يشتغل، يعني الاب اللي عم يشتغل شغلين، والام اللي هي يا دوب بتلحق شغلها وشغل، يعني بترجع من شغلها وبدها تدير بالها على بيتها وتطبخه الى اخره، ما عاد داروا بالهم على التفاصيل. الطفل بالنهايه بتهمه تفاصيله مو تفاصيل الاهل، صح. هو ما بيعرف تفاصيله، صحيح. ولا بيشعر اصلا، ولا بيشعر فيه الضغط اللي عم يعيشه، انه والله مثلا اذا اخذ مثلا اليوم نجمه، او مثلا اخذ هي بشوفها قد الدنيا، بشوفها قد الدنيا، وبيجي بيقول له لاهله انه ايه برافو بابا يلا الله يعطيك العافيه، ليش بس نجمه، ليش موت انت مثلا. تمام. او مثلا ممكن يقول له انه نجمه واحده بس واحده، انه مثلا هي تفاصيل قديش صغيره بس ممكن تاثر كثير بالطفل، صحيح. انه يجي بابا ايه برافو بابا الله يعطيك العافيه، بس هو ناطر رده الفعل من الاب اكبر من هيك بكثير، انه ناطر المكافاه او ناطر اي شيء، فهذا الشيء ممكن يسبب له احباط. فاليوم الطفل هو بينطر تفاصيله مو تفاصيل الاهل. بدي اتشك على المعلومات القيمه اللي قدمتها، ضيفنا نورت صباحنا اكيد، وقلنا وقفات ثانيه بصباحات ثانيه اكيد ان شاء الله. سلام. شكرا لك استاذ محمود لكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. اما هلا رشا رح نروح لريف.